نحن اليوم في مدينة عدن الباسلة نستقبلكم ونحييكم ونشد على أيديكم لتنهوا فترة الاستعداد والتدريب. هذه المدينة التي احتضنت كل الرجال الذين أتوا من مختلف المحافظات، نحييها ونحيي أبنائها الأبطال الذين ثاروا ضد الكهنوت وطردوه من مدينتهم ومن الجنوب بشكل عام. خرجوا عن بكرة أبيهم حتى النساء، مثلما حملت البندقية ضد المستعمر البريطاني حملتها ضد عصابة الكهنوت. فلهم الإجلال والإكبار، ونريد أن تحذو كل المحافظات التي تتوق إلى الحرية حذو. مدينة عدن الباسلة لكي تتخلص من غش هذا الكهنوت. عندما تدق ساعة الصفر يجب أن يهب الناس حبة رجل واحد لمساندة أبطال المقاومة المشتركة والجيش الوطني، المقاومة المشتركة بمن فيهم رئاسة الجمهورية متمثلة فيكم وإخوانكم رجال العمالقة وأبطالها وأسود تهامة وفي مختلف الجبهات، في حرض، في ميدي، صعدة، في الجوف، في نه، في البيضاء، في تعز. نحيي كل الرجال الذين يبذلون الغالي والنفيس ويبذلون دماءهم من أجل تحرير هذه الأرض الطيبة الطاهرة. وطن كل اليمنيين واستعادة دولته الحرة المستقلة ذات النظام الجمهوري الديمقراطي وعاصمتها صنعاء ولا غير صنعاء. ثبوت تماما ان موضوع الحريدة شبه منتهي، مسألة وقت. إثبات العالم ان هذه العصابة لا تريد السلام ولا تريد ان تخرج الا بالقوة وبقوة السلاح. يريقون الدم اليمني في كل مكان من أجل ما يدعونه من حق إلهي، ويفرضون على الناس منطقهم وملازمهم وتدريسهم إجباري للناس في المؤسسات الرسمية في هذا العصر الحديث، عصر التكنولوجيا، عصر الفضاء. نحن نعود إلى ملازم جلبت علينا الفقر والدمار والدماء. يريد أن يحكم الشعب اليمني بنفس سلالي طائفي ويدعي حقه الإلهي في حكمنا. هذا إسلام غير الإسلام. الإسلام أتى ليساوي بين الناس، الإسلام أتى بثورة عظيمة في الإنسانية. لا أن يفضل جنس على جنس آخر كما يدعون. نحن أبناء القوات المسلحة والأمن أول من تعرض لهذه الانتهاكات وأول من سطوا على معسكراتهم.
واعتقد كل جندي وكل ضابط عانى من هذا الشيء. أولا أنا غلطان يا شباب؟ أنا أقول من المعسكرات ولا لا؟ نهبوا السلاح من أيادي الجنود والأفراد، واليوم يتسكعون في كل قبيلة وفي كل قرية وفي كل معسكر يبحثون عن مقاتلين في الساحل الغربي، بل أتت بهم الوقاحة أن يبحثون عن مقاتلين في العراق وفي إيران وفي حزب الله من لبنان. بنفس طائري ليس فيه ذرة قومية أو عربية أو وطنية أو إسلامية، فقط نفس طائفي حصروا اليمن في هذه الجهة. لذلك نحن اليوم نؤكد أننا ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية نشارك لتحرير بلدنا، ونعتبر هذا التحالف هو نواة لقوة عربية لدحر أي مخطط تآمري ضد الأمة العربية والمنطقة في الحاضر وفي المستقبل. اليمن هي أصل العرب وتنتمي لأمتها العربية، ما عمرها انتمت لا لفارس ولا للباب العالي في إسطنبول. اليمن العربية وستظل عربية. نحن ننتمي إلى اليمن، لا ننتمي إلى عصابة. اليمن فيها كل المذاهب. اليمنيين على مدى التاريخ تعايشوا فيما بينهم، الزيدي والشافعي والصوفي والسلفي الآن، الدين لله والوطن للجميع. أحييكم يا رجال الرجال، وأشد على أيديكم بأن تنهوا تدريباتكم بكفاءة عالية، ونلتقي في ميدان العزة والشرف والكرامة بإذن الله.